السلام عليكم اصدقائي، معكم دعاء من قناة اسهل واسرع الوصفات. النهاردة معنا مشروب رائع جدا ومقوي عام، مفيد جدا لبشرتك ولشعرك ولجمالك عامة، تحفة جدا لو استمريت عليه هتشوفي نتائج مبهرة جدا جدا على بشرتك وعلى شعرك، ولذيذ ومنعش جدا جدا. يلا نشوف مع بعض الطريقة. وعصير البنجر ومع الكركديه هيعجبكم جدا جدا، تابعوا معانا، ما تنسوش تعملوا لايك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل يوم افكارنا الجديده ووصفاتنا السهله والسريعه. زي ما انتم شايفين البنجر معانا، هنقشره، هنغسله كويس ونقشره، وبعد كده هنقطعه قطع ونسيبه بقى يغلي على النار بالشكل ده كده لحد ما يبدا يستوي. طبعا وهو بيغلي هتشيلي اي ريم موجود على الوش كده، وهتسيبيه هتغطي عليه وهتسيبيه لحد ما يدخل في السوا كده معاكي، والمية بتاعته هتبقى حمرة جدا جدا. احنا طبعا هناخد المية بتاعته، هناخد المية بتاع البنجر تمام، وطبعا قطع البنجر اللي معانا دي هتستخدميها بقى في السلطات او تعمليها مخلل او تستعمليها في اي نوع من السلطات او الصوصات، بتبقى طبعا قيمتها الغذائيه عاليه جدا، فهتحتفظي بيها بقى في الثلاجه. وهناخد الميه بتاعه البنجر دي علشان هنعمل بيها عصير مغذي جدا جدا ومنعش جدا جدا. معانا هنا الكركديه زي ما انتوا شايفين كده، جبت شوية صغيرين كده من الكركديه وضفتهم في الدورق، وبعد كده ضفت عليه المية بس كده، وسبته 3 ساعات مش اكتر او يوم كامل على حسب الوقت عندك، يعني تقدري تسيبيه يوم كامل او ممكن اقل حاجة 3 ساعات، هيبقى معاكي بالشكل ده كده، هينزل كل العصارة بتاعته بالشكل ده كده زي ما انت شايفة. هنبدأ بقى نجيب المصفى ونصفي الكركديه بتاعنا بالشكل ده كده، وكمان هناخد المية بتاع البنجر بالشكل ده كده برضو، هنضيفهم الاتنين على بعض. عصير منعش جدا جدا وسهل جدا جدا وبسيط، وفي نفس الوقت قيمته الغذائية عالية جدا، مفيدة جدا لجسمنا. هنضيف بقى شوية من الموارد عليهم بالشكل ده كده، وبعد كده هضيف السكر بقى على حسب رغبتك، وتقدري تحليه بالعسل الابيض. والسكر طبعا على حسب رغبتك، طبعا هتحليه زي ما انتي حابة بالعسل الابيض او السكر زي ما تحبي، وهتقلبيه كويس جدا جدا جدا. طبعا ده الكركديه زي ما قلت لكم، الكركديه بتاخد شوية صغيرين وتضيفي عليهم المية وتسيبيهم يوم كامل زي ما انتوا شايفين كده تمام. هنضيف بقى على العصير بتاعنا بعد ما ضفنا شوية من الموارد، هنجيب ليمونة ونعصرها في المصفى كده علشان ما تنزلش اي بذرة او اي شوائب برضو، عشان العصير يبقى صافي وخفيف كده بدون اي شوائب. هنجيب المصفى ونعصر ليمونة كاملة عليه بالشكل ده كده، ونقلب كويس جدا جدا.
وخلاص كده بيبقى العصير جاهز معانا. بتعملي بقى كمية منه وتضيفيه في التلاجة تشربي منه طول اليوم، هتشوفي نتيجة مبهرة جدا لبشرتك ولشعرك ومقوي عام كمان. انتي بنفسك هتلاحظي الفرق. هتقلبي كويس بقى بالشكل ده كده، خفيف جدا ومنعش ولذيذ جدا. طبعا بقى تقدري تضيفي معاه، هنقطع بقى شرايح من الليمون واوراق النعناع، تقدري تضيفي بقى اوراق النعناع معاه والشرايح من الليمون كمان ومكعبات التلج. هو كده مركز معانا، يعني العصير مركز. تقدري انتي بقى بتضيفي مكعبات التلج فيه. طبعا بتدوبي السكر كويس جدا 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 علشان ما يبقاش فيه تحت يعني اي من الرواسب، وهتقلبيه كويس جدا جدا. وبعد كده زي ما قلتلك بقى هتقدميه مع مكعبات التلج بالشكل ده كده وشرايح الليمون وورق النعناع. ان شاء الله جربيه ويعجبك. ما تنسيش تعملي لايك للفيديو، ما تنسيش تفعلي الجرس عشان يوصلك كل يوم افكارنا الجديدة وصفتنا السهلة والسريعة، واشوفكم فيديوهات قادمة ان شاء الله.